السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن الحادثة والتي وقعت داخل مسجد الإمام مالك في ولاية جلمة، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق خبر صادم وقع في ولاية جلمة وفي هذه الأيام المباركة، وأكد ذات المصادر أن متعاطي ممنوعات اعتدى على الإمام والشيخ فاروق بن أولى داخل مقصورة المسجد بواسطة شفرة حلاقة وتسبب له في إصابات خفيفة. ودعا ناشطون من السلطات الوصية إلى ضرورة سن قوانين تحمي الإمام من هذه الاعتداءات المتكررة.